النهارده الحلقه بس مقسومه جزئين، الجزء الاولاني جزء الاخبار عن اخبار النادي الاهلي، عن التنس طاوله والكاراتيه وكره اليد رجال وسيدات، وكمان كره الطايره، وفي نفس الوقت معانا كره السله والحدث الاهم والحدث الافريقي، و النادي الاهلي بيحصد الميداليه البرونزيه في سيدات الكره السله في المحفل الافريقي للانديه. الجزء الثاني معانا كابتن علي هاشم المدير الفني لسيدات كره السله في النادي الاهلي، عشان نتكلم عن اللي حصل ونتكلم على اول مشاركه افريقيه ونتكلم على ايه اللي حصل جوه البطوله وايه اللي حصل النادي الاهلي ياخد المركز الثالث وهكذا. لكن قبل ما ابدا الحلقه لازم نتكلم على حاجه مهمه جدا في الحياه، وهي سياسه الاختلاف. سياسه الاختلاف دي سياسه مهمه جدا، بمعنى ان كل الناس كل واحد النهارده ليه راي، كل واحد ليه راي، بمعنى ان انا ممكن يكون رايي عكس واحد صاحبي او عكس حد تاني، لكن في الاخر الاختلاف ده كل واحد بيقول رايه، لكن في الاخر مش بنتخانق مع بعض، ما عندناش مشكله، لان ده رايي وده رايي، ممكن رايي يصيب ويخطئ وممكن راي الغير يصيب ويخطئ، لكن في الاخر هي سياسه اختلاف. ومعنى كلمه سياسه الاختلاف اللي احنا لما نختلف نتفق دايما على حب حاجه مهمه جدا، وهو الكيان، وهو النادي الاهلي. اذا اختلفنا في ارائنا عن اي حاجه في النادي، عن لاعبين، عن جهاز، عن اي حاجه، لكن في الاخر كل واحد فينا بيحب الكيان بشكل مختلف، والكيان هو الاهم، وكيان النادي الاهلي هو الكيان الاكبر اللي بيجمعنا كلنا، بيجمعنا كلنا، بيجمع جماهير وبيجمع مجلس اداره وبيجمع لاعبين ولاعبات وبيجمع ناس اداره تنفيذيه، كل الكيان ده واعضاء النادي اكيد، كل الكيان ده الكبير اللي احنا كلنا بننتمي ليه، في سياسات اختلاف كتيره جدا بين الناس وبين ارائهم، لكن في الاخر لازم كل واحد فينا يكون عارف ان هو بيحب الكيان بشكل مختلف، فلما نختلف الاراء ما نعملش مشكله، يعني ما نتخانقش، مش رايي هو اللي صح وانت رايك اللي غلط، ما ينفعش، احنا كلنا اراء، ما دام في حب كيان النادي الاهلي يبقى اراء سليمه، لكن كل واحد بياخدها من وجهه نظره. نتمنى ان الاختلاف بيننا وبين بعض دائما وابدا بيكون في الاخر نبص للكيان، وهو النادي الاهلي اللي جامعنا كلنا، اللي احنا كلنا بنشجعه وبنديله كل حياتنا، علشان في الاخر هو الكيان الكبير اللي جامع كل الناس، او جامع يعني جزء كبير من الشعب المصري داخل النادي الاهلي، اذا كان بيشجع او اذا كان داخل النادي الاهلي.